اهلا وسهلا بيكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد محمود من قناة ترند، والنهاردة هنتكلم عن الافلام العربية المنتظرة في 2020. خليكم معايا. أول فيلم في قائمتنا النهاردة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد. الفيلم بيناقش مشاكل العلاقات الزوجية اللي بتحصل ما بين أي زوجين في إطار كوميدي. الفيلم من تأليف أيمن وطار ومن إخراج أحمد الجندي، ومتوقع صدور الفيلم في عيد الفطر المبارك. تاني فيلم معانا النهاردة فيلم كيرة والجن. الفيلم من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز. الفيلم ده بتدور أحداثه حوالين مقاومة الشعب المصري للإنجليز في فترة الاحتلال عام 1919. طبعا العمل ده مأخوذ من رواية 1919 للكاتب أحمد مراد. الفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، وطبعا ده الثنائي اللي عملوا مع بعض الفيل الأزرق 1 و2. متوقع صدور الفيلم في عيد الأضحى المبارك. ثالث فيلم معانا النهاردة فيلم أشباح أوروبا. فيلم أشباح أوروبا من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي وعباس أبو الحسن وأروى جودة، ومعاهم باسم سمرة ومصطفى خاطر. بتدور أحداث الفيلم حوالين 3 توائم لأسرة فقيرة، بيضطر أهلهم إن هم يبيعوهم ويفرقوا بينهم عشان المال، عشان يعيش 3 إخوات في أوروبا و3 إخوات في مصر، وبتدور أحداث الفيلم على كده. الفيلم قصة كريم فاروق والسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حمائي. التاريخ المتوقع لصدور الفيلم هو عيد الفطر المبارك. رابع فيلم معانا النهاردة فيلم ماكو. بتدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حوالين عبارة اسمها سالم إكسبريس. العبارة دي بيطلع عليها 8 أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات، وبتدور الأحداث حوالين كده. الفيلم بيدور في إطار التشويق والإثارة. الفيلم من بطولة منذر ريحانة، بسمة فريال يوسف، ومنة فضالي، وناهد السباعي. الفيلم من إخراج سيد أمين، ومتوقع صدوره في العيد الأضحى. خامس فيلم معانا النهاردة فيلم العارف عودة يونس. الفيلم من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة وفتحي عبد الوهاب ومصطفى خاطر ومحمد ممدوح. بتدور أحداث الفيلم حوالين فكرة حرب العقول. الأحداث بتدور في وقتنا المعاصر من خلال قصة يونس اللي بيعيش مع مراته وطفلته الرضيعة في شقة في وسط البلد، وبيلجأ إن هو يسرق أحد البنوك عن طريق الإنترنت، وبيدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة. الفيلم من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج أحمد علاء الديب وأحمد أنور. سادس فيلم معانا النهاردة فيلم كينج سايز للفنان محمد هنيدي. الفيلم طبعا بيدور في إطار كوميدي حوالين عقلة الإصبع. الفيلم من تأليف عمر طاهر ومن إخراج إسلام خيري. سابع فيلم معانا النهاردة فيلم ديدو. فيلم ديدو من بطولة كريم فهمي وحمد المرغاني وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ومعهم شيكو وحمادة هلال وبيومي فؤاد وهشام ماجد وأحمد فهمي. الفيلم بيدور في إطار من الكوميديا، بتدور الأحداث حوالين الشاب اسمه ديدو، بيقرر هو وأصدقائه إن هم يسرقوا عالم غني اللي بيقوم بدوره طبعا الفنان بيومي فؤاد، واللي بيكتشف الأمر وبيتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلة أصابع، فبيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة طوال أحداث الفيلم. الفيلم من إخراج عمرو صلاح ومن تأليف كريم فهمي. تامن فيلم معانا النهارده فيلم شاومينج من بطولة بيومي فؤاد وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامي مغاوري وأحمد حلاوة ومعاهم طاهر أبو ليلى. الفيلم بيتناول قصة مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة اللي بيظهر فيها الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيلم من تأليف أشرف حسني ومن إخراج شادي أبو شادي. تاسع فيلم معانا النهارده فيلم شريط 6 من بطولة خالد الصاوي وخالد أنور ومعهم نانسي صلاح وأحمد خالد صالح. بتدور الأحداث حوالين طبيب أمراض نفسية بيحاول حل قضايا الشباب من خلال مجموعة من القضايا في الجيل الجديد والأزمات اللي بيتعرضوا لها في حياتهم اليومية، وبيكتشف إن الأمر مش بالسهولة الكافية.
الفيلم من تأليف محمود حمدان. عاشر فيلم معانا النهاردة فيلم موسى من بطولة إياد نصار، أحمد مالك، كريم محمود عبد العزيز، ومعهم أحمد حاتم وظافر العابدين وأحمد العوضي. بتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، حيث بيتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، وخلال الأحداث بيمر الأبطال بظروف وأمور بتتقلب ضدهم. الفيلم من إخراج بيتر ميمي. الفيلم رقم 11 معانا فيلم الشايب. فيلم الشايب مشتق من فيلمين ولاد رزق، طبعا الفيلم من بطولة آسر ياسين وسيد رجب ومحمد لطفي وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج حسين المنباوي. الفيلم رقم 12 معانا فيلم صاحب المقام. فيلم صاحب المقام بتدور أحداثه حوالين شاب بيقع في العديد من المتاعب في حياته، وبيصبح الأمل الوحيد بيكمن في امرأة واحدة بتحاول اللي هي تساعده في التقرب من ربنا. الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل ومن بطولة يسرى آسر ياسين ونسرين أمين محمود عبد المغني ومعهم أمينة خليل. الفيلم رقم 13 معانا النهاردة فيلم الفارس والأميرة من بطولة دنيا سمير غانم ومدحت صالح ومحمد هنيدي وماجد الكدواني ومعاهم عبلة كامل وعبد الرحمن أبو زهرة. بيقدم الفيلم قصة الفارس العربي محمد بن قاسم الثقفي اللي حرر العديد من النساء والأطفال من أسر قراصنة المحيط الهندي، وبيدخل في حرب ضد الملك داهر اللي كان بيتقاسم الغنائم مع القراصنة بمساعدة صديقه زياد ومعلمه أبو الأسود. الفيلم من تأليف بشير الديك ومن إخراج إبراهيم موسى وبشير الديك. الفيلم رقم 14 معانا فيلم الخطة العامية من بطولة علي ربيع وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن. بتدور أحداث الفيلم حوالين علي ربيع اللي عايز يحاول يسرق بنك من خلال طبعا الشخصية والدور المختلف اللي هو بيقدمه. الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز. الفيلم رقم 15 معانا النهاردة فيلم الممر الجزء الثاني. فيلم الممر الجزء الثاني هو استثمار لنجاح الجزء الأول طبعا من الممر اللي اتعرض، وبتدور أحداث وهذه المرة حوالين حرب أكتوبر. لسه بيشوفوا مين الأبطال اللي هتشارك أحمد عز في البطولة، والفيلم من إخراج شريف عرفة. الفيلم رقم 16 معانا فيلم حصار جهنم 2050 من بطولة حسن الرداد، معتصم النهار، ومنذر ريحانة، وهالة فاخر، وسيد رجب. بتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي حوالين فريق متطوع لإنقاذ العالم من بعض الأشخاص اللي بيحاولوا السيطرة على كوكب العالم كله. الفيلم من تأليف وإخراج محمد ميدا. الفيلم رقم 17 والأخير معانا النهاردة فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين وريم مصطفى ويسرى اللوزي. بتدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حوالين تاجر مخدرات خطير بيتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة وبيعها، وبيقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة خلال أحداث الفيلم. الفيلم من تأليف محمد ناير ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومتوقع عرضه في العيد الأضحى. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة من الأفلام العربية المنتظرة 2020. كان معاكم أحمد محمود من قناة ترند. أشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب عشان نقدر نستمر، واستنوا الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.